المولد خالص بالنسبة لعجلة التيل بيتعمل كله طوائي أو ممكن يطلع حريق، كذا تعداد لمرحلة العجلة في السلف، ده كل نشاط العجلة بالنسبة للسلف. إن إحنا بنخليها بدل ما تترمي في الزبالة أو تبقى مهدرة أو تعمل إتلاف للدولة، إحنا بنقدر نصنعها، بنخرج منها شغل نستثمره في حاجات تانية كتير. هي العجلة بتتصنف يا إما طاقية تطلع تركب في عجلة مثلا ضربة واحد مثلا معوش ظروفه تعبانة عشان يجيب عجلة جديدة مش هيقدر، فبيبقى مثلا بيجي ياخد طاقية دي اسمها طاقية عندنا، بيروح مركبها في قلب العجلة تاني واخد بالك ويمشي العجلة تمشي معاه شوية. معانا هنا هي عدد التليفون بتاعنا. بنروح نشتري العجله اللي هي الخرده اللي هي البايظه بتاع العجله بتاع العربيه، بنغيبها بنشقها زي ما حضرتك شايف كده، بنطلع منها مواطف للفلاحين وسيور للدراسات اللي هي بتاع الجرات اللي هي بتدرس الغله. في ناس بتيجي بعربيات بتلف وبتسرح وبتجيب الكاوتش دون وبيبيعهولي، فانا طبعا في ورش بتيجي بتاخد كل واحد بياخد اللي هو محتاجه واللي هو عايزه. في ناس بتاخد كاوتش بتصنعه هنا بيتصنع في البلد. كان في سرحه بتجيب الكاوتش، ما عادش السرحه خفت. السرحه ايه خفت؟ ده اول حاجه. تاني حاجه اللي هو المقاطف اللي انت بتعملها، العمليه الاسواق مقفوله قافله، ما عادش في حد ولا مقاطف بتتباع ولا تيله بتتباع ولا الكلام ده بيتباع. احتبر الكاري هنا عندنا احتبر شغاله في الكاوتش، في كله احتبر شغاله على دراعه، بمعنى مثلا ده بتاع جرار، ده واحد شغال بالسكينه، ده واحد بيحمل، ده واحد بيناول حاجه بيعمل حاجه، اعتبر كله شغال على دراعه. وطبعا جه حوار الكورونا خلى حتى حته الاحطال كترت. بالنسبه لشغلانه الشمبر بيتم تجميع الكميات من جميع انحاء الجمهوريه بالنسبه للشمبر الخرده، سواء نقل او ملاكي او تصدير او شمبر، وبيتجمع في مكان معين عندنا وبعد كده بنصدره للصين واليابان وكوريا وكذا دوله.